هنتكلم النهارده عن سوره عظيمه من قصار السور في القران الكريم، ليها قوه وتاثير وسرعه في التاثير ايضا في ازاله التعطيل في قضاء الحوائج. الكثير والكثير لا يعرف فضل هذه السوره. النهارده في حلقه سوره النصر هنعرف عنها المزيد من اسرار قضاء الحاجات. بس لو انت لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس. حلقات اسرار العارفين دايما مهمه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أسرة الغالية أسرة أسرار العارفين، معكم محمد علي. هنتكلم النهاردة عن فضل سورة النصر المباركة، سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة مدنية، أي نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وهي ثاني أقصر سورة في القرآن بعد سورة الكوثر. السورة دي يا إخواني الكرام ليها تأثير عجيب وسريع في إزالة النحس وإزالة التعطيل وقضاء الحوائج. الكثير والكثير بيمر على الصور مرور الكرام، لكن إخواني الكرام القرآن الكريم مليء بالأنوار، مليء بالتجليات، مليء بأسرار للمتدبرين وكثيرين القراءة وكثيرين التدبر لقضاء الحاجات، لتيسير الأمور، لإزالة النحس، لإزالة التعطيل. وده السر اللي هنتكلم عنه النهاردة في سورة النصر المباركة. إخواني الكرام الكثير في حياته بيعاني من مشكلة قلة الحيلة أو صعوبة اتخاذ القرارات. في كثير من الأشخاص بيكونوا الشخصية بتاعته شخصية هينة، يجي أمام المشاكل الكبيرة أو أمام القرارات المصيرية ويشعر أنه هو صعب عليه أن يتخذ هذا القرار، مش قادر ان هو يقدم على موضوع او ان هو ينفذ هذه الخطوة، واذا نفذها عنده شعور بالفشل او خوف من الفشل. الكثير بيمضي في امور في حياته او يشرع مثلا في دراسة في جامعة معينة او يشرع في مشروع تجاري او الشروع في موضوع زواج، ويلاقي الامور بتتقفل امامه او خايف ان هي تتقفل امامه. الكثير من الناس بيعانوا من مشكلة تحزب الناس عليهم أو تحزب الناس الشريرين تجاههم وعمل المكائد. سورة النصر من الصور المميزة والقوية في تعديل هذه الطاقة المحيطة بك، سواء كانت طاقة نفسية أو طاقة ذاتية منك أنت، بالخوف من الحياة أو الخوف من المستقبل أو تعطيل في حياتك أو وجود نحس. الصورة ليها مفعول عجيب وقوي جدا أيضا في مشكلة الأزواج المتخاصمين. كل ده احنا هنشرحه ونشرح خصائص هذه الصورة المباركة، وهي ليها ورد قوي جدا جدا. ده هيكون الختام بتاع الحلقة للناس بقى اللي هي محبين وعشاق الذكر، والناس اللي عندهم حوائج صعبة أو حاجات صعبة شايفين ان هي مستحيلة بأمر الله رب العالمين وببركة القرآن الكريم وببركة هذه الصورة الجميلة والقصيرة، هتكون سبب في قضاء حاجتك وتيسير أمورك المتعطلة. أول طريقة لسورة النصر وهي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. سورة جميلة ويسيرة وسهل أن أنت تذكرها لقضاء الحاجات السريعة. يعني أنا عندي مقابلة، عندي معاد في أمر مثلا يخص دراستي، يخص وظيفتي، يخص مثلا موضوع زواج، خايف أن الموضوع يتعطل، خايف أن في شيء يتعطل في حياتي، بقرأ هذه السورة في الخمس فروض أو الخمس صلوات 33 مرة بعد ما أسلم من الصلاة أو بعد الخروج من الصلاة، أقرأها على كف الإيد 33 مرة وأمسح على وجهي. طيب جاني معاد مفاجئ وعايز ان انا انزل اعمل المقابلة بتاعتي او المعاد بتاعي او الشغل بتاعي او الامر اللي انا خايف منه وقلقان منه ان هو يتعطل، اقرأ هذه الصورة بنية التوجه الى الله عز وجل ببركة هذه الصورة وما فيها من انوار وتجليات، اقرأها 33 مرة وامسح على وجهي واتوكل على الله في
قضاء حاجتي او اذهب للموضوع اللي انا رايح اعمله. وان شاء الله رب العالمين هي من الحاجات المجربه والسريعه واليسيره جدا في قضاء الحوائج. لو الناس اللي تفتكر لما كنا اتكلمنا عن خصائص اسم الله الرحمن في تيسير الحاجات وناس جربتها في تسكين الالم والمقابلات بتاعتهم كان ليها مفعول عجيب عجيب وقوي جدا. كذلك صوره النصر من الصور القويه جدا جدا في هذا الموضوع. مش بس كده يا اخواني الكرام، صوره النصر ليها تاثير عجيب جدا على الصلح ما بين الأزواج المتخاصمين. دلوقتي كل البيوت بتعاني من مشكلة العصبية وشدة الحياة والضغوط، وبيحصل نفور ما بين الأزواج وزعل، وزعل مستمر. أو للأسف المجتمع بقى مليء بمرضى القلوب المتسببين في إصابات الحسد وإصابات العين. الطريقة اللي هنتكلم عنها النهاردة مفيش أسرع منها وأجمل منها في إزالة الخصام ما بين الأزواج المخطوبين، إزالة الخصام ما بين أفراد المنزل. عندك أبنائك أو بناتك فيما بينهم خصام أو شجار مستمر أو عصبية بتعملها لهم، والطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. أنت أو أنت هتحضري وعاء يكون فيه وليكن مثلا 2 لتر مية 3 لتر مية، وبقرأ عليه مفتاح نجاح الأعمال. طبعا أسرة أسرار العارفين حفظت يعني مفتاح نجاح الأعمال. مفتاح نجاح الأعمال هو الصلاة على النبي. أقرأ الصلاة على النبي على هذا الوعاء اللي فيه المياه 19 مرة عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين بعد الصلاة على النبي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وبعدين أقرأ سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح أقرأها 70 مرة على المياه. ويفضل لو كانت هذه المياه عليها مثلا 7 قطرات من مياه الورد، أو قطرتين أو 3 قطرات من مسك الغزال الطبيعي. الناس هتقول لي إحنا ينفع نشرب مسك الغزال؟ مسك الغزال إخواني الكرام هو أصلا علاج طبي قبل ما يكون عطر، يعني بيستخدم لعلاج الصرع وبيستخدم لعلاج امراض كثيره. مفيش عندك خالص يبقى اي مياه متوفره عندك نقيه، ويفضل لو كانت مياه زمزم او مياه الابار اللي احنا بنقول عليها في مصر المياه المعدنيه، وبشرب منها انا وزوجي او بخلي زوجي يشرب منها، اشرب منها صباحا اشرب منها مساء، اخلي اولادي بنات يشربوا منها. من العجائب القويه جدا اللي بتزيل النفور والعصبيه في نفس اليوم وفي نفس اللحظات، تشعر بهدوء، هدوء قوي جدا. ولو يفضل بقى كمان لو عندك انت، عارفين الرشاش اللي احنا بنستخدمه ده احيانا في المنازل، السيدات يعرفوه اكتر، ده اعتبروه كده لازم يكون موجود في كل منزل. يعني اي منزل بيشتكي من مشاكل او عايز يعمل علاج او كلام من ده، ده تعتبره كده زي السلاح بتاعك الاساسي اللي تستخدمه في علاجك. بتضع من هذه المياه وبترش في اركان المنزل بتاعك، وترش على الرأس وعلى رأس أولادك وبناتك أو رأس الزوج والزوجة. من الحاجات الجميلة جدا والقوية جدا اللي بتسكن النفور والعصبية والشجار في المنزل. كمان إخواني الكرام من الفوائد القوية أو الفائدة الثالثة لسورة النصر المباركة للناس اللي بتشتكي من سحر التفريق ما بين الأزواج، الصورة دي مفعولها عجيب وبسيط. يعني الناس بتتعب قوي، بيتعبوا قوي مستمتعين وهم بيشوفوا البيوت بتتخرب، الناس اللي بتعمل سحر التفريق والناس بتوع المكائد والمشاكل دي. صورة النصر فيها سر عظيم، فيها سر سهل وبسيط جدا جدا لعلاج هذه المشكلة. صورة النصر إذا قرأت مع مفتاح نجاح الأعمال اللي احنا ذكرناه لسه دلوقتي حالا، اللي هو صلى على سيدنا النبي 19 وبسم الله الرحمن الرحيم 19، وبقرأ صورة النصر على مسك الغزال الأسود أو على ماء الورد أو على زيت الحبة السوداء. أنا أفضل المسك أو أفضل ماء الورد الطبيعي، ويفضل أي دهون نستخدمها تكون دهون طبيعية. وليه؟ لأن أغلب الزيوت المخشوشة بيضاف عليها زيوت معدنية مستخرجة من باطن الأرض، يعني بيضيفوا عليها زيت برافين وزيوت مصنعة. الزيوت دي ما تنفعش في العلاج، يعني الزيوت دي لا تصلح في العلاجات، ممكن تسبب انتكاس في الحالة. فلو أنت مش قادر تحصل الزيوت الطبيعية استخدم ماء الورد الطبيعي. ما فيش عندك ماء ورد طبيعي، اكتفي بالمياه وإن شاء الله ربنا هيكون يعني كاتب لك الشفاء. أولا وأخيرا الشفاء معتمد على يقينك بالله، الشفاء مش معتمد على كلام محمد وكلام إبراهيم وكلام عطيات. الشفاء معتمد فقط على يقينك أنت في الله عز وجل وأقبالك على الله عز وجل. فمهم جدا أن أنت تركز على هذه النقطة دي حاجة. الحاجة التانية زي ما قلت هنقرأ على المسك الغزال الأسود الصورة 70 مرة مع مفتاح نجاح الأعمال، وتتعطر منه المرأة أو لو ماء ورد تمسح منه وجهها. من الحاجات القوية جدا اللي بتبطل سحر التفريق ما بين الأزواج وسحر النفور ما بين الأزواج. وتقدر تقرأه على المياه أو تقرأيه على المياه وترش منه منزلك ما عدا الحمام أو أي مكان في استخدام لقضاء الحاجة، نبعد عنه نهائيا من رش عليه المياه المقروء عليها. واستخدام هذا الدهان بيكون يومي، من أول يوم من استخدام هذا الدهان بيزول النفور، بعد تاني يوم تالت يوم بيبدأ يبطل عنك أو عنك أي أثر للسحر.
ويفضل المداومة على الاستغفار، الصلاة على سيدنا النبي، أذكار الصباح والمساء، الصلاة في مواعيدها ما نتأخرش عنها، يفضل عدم مجالسة أهل الدنيا والناس كثيرين اللغو، الناس اللي هي ينسوك القرب من الله عز وجل، صاحب الصالحين، رافق الصالحين، وإن لم تجد الصالحين اكتفي بصحبة القرآن الكريم وصحبة الذكر. الطريقة الرابعة وهي لقضاء الحوائج المستعصية، لو عندك أي شيء معطل هيكون تنفيذك لهذه الطريقة لمدة أسبوع. مواعيد تنفيذ هذه الطريقة إما بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر، اختار منهم أي ميعاد، ولكن مهم إن الميعاد اللي أنت هتبدأ بيه تستمر عليه طوال الأسبوع. يعني أنا ابتديت مثلا هعمل هذا الورد القرآني بعد صلاة المغرب، هبتدي مثلا من يوم الثلاثاء أو من يوم الجمعة، يبقى كل يوم أعمل الورد بتاعي ساعة صلاة المغرب، عملته بعد صلاة الفجر يبقى كل يوم أعمله في ميعاد صلاة الفجر، مهم جدا الالتزام عشان تكون النتيجة قوية. الطريقة بتعتمد على إن أنت هتجلس بعد صلاتك المغرب أو بعد صلاتك الفجر، وأنا متجه ناحية قبلة الصلاة وأنا طاهر، جسدي طاهر وملابسي طاهرة، ويفضل لو كان المكان بتاعك ريحته طيبة، عندك أي معطر أي بخور ريحته طيبة تعطر مكانك، وبتصلي على سيدنا رسول الله 19 مرة، وبعدين تقول بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وبعدين تقرأ سورة النصر 170 مرة. موضوع سهل وبسيط جدا، مش هياخد منك أكثر، يعني على الأكثر ساعة إلا ربع 45 دقيقة أو ساعة على الأكثر. قلت أقرأ سورة النصر 170 مرة، وبعدين أقول سبحان الله المحمود أستغفره وأتوب إليه 170 مرة، يبقى أنا عملت مفتاح نجاح الأعمال اللي هو الصلاة على سيدنا النبي 19، البسملة 19، قرأت سورة النصر 170 مرة، وبعدين أقول سبحان الله المحمود أستغفره وأتوب إليه 170 مرة، وبعدين بعد ما أخلص ال 170 مرة هقول الدعاء التالي، اللهم إني أسألك بقبول الصلاة على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آلي حق قدر ومقدار العظيم، أن تقضي لي حاجتي وهي كذا وكذا وكذا، وتسمي حاجتك وتكون محددة وتشتغل عليها طول الأسبوع لمدة 7 أيام. من القواطع القوية اللي هنفذها بيقين وبعد عن المعاصي وكثرة ذكر واستغفار ومحافظة على الصلوات أسبوع، مهما كانت حاجتك مستحيلة هتقضى، وهتيجي تبشر أسرة أسرار العارفين وتشجع إخوانك بأمر الله رب العالمين. من الطرق السهلة واليسيرة مدتها ساعة بعد صلاة الفجر، وأنا أفضل ميعاد أنصح به بعد صلاة الفجر إن أنت تنفذ هذه الطريقة وهذا الورد اللطيف الجميل بعد صلاة الفجر، وتشوف النتائج بتاعته في خلال أسبوع. إخوان الكرام، مهم جدا في العلاج، في قضاء الحاجات، في كافة العلاجات اللي موجودة في القناة، الغرض منها رجوعك إلى الله عز وجل والارتباط بالذكر والصلاة وكثرة الصلاة على سيدنا النبي وحب الله أو معرفة الله بطريق الحب. مهم جدا معاها بعد عن المعاصي، مهم جدا معاها التستر والاحتشام، مهم جدا معاها البعد عن اللغو واهل المعاصي والناس اللي بتشجع على المعاصي، مهم جدا معاها البعد عن اي شيء يشغلك عن ذكر الله عز وجل. ده او دي الخطوات المكمله للطريقه اللي لازم نلتزم بيها. اتمنى ان شاء الله ان هي تفيدكم، وانا واثق وكيف لا اثق في كلام الله عز وجل وتجليات القران الكريم ان هي هتفيدكم بامر الله وتحقق المستحيل معاكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، اعمل شير وبقوة، الدل على الخير كفاعله. ما تنسوش تتابعونا على سر العارفين على الفيسبوك، ما تنسوش تتابعوني محمد علي على الانستجرام عشان تشوفوا تجارب الشفاء ومتجاتلة في الأحجار الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله.